ما الجهاز بيقرأ صورة الدم آخر مرحلة بيعملها إن هو بيفرد العينة على شريحة ويصبغها على أساس إن التطبيب بتاع التحليل يبص على العينة تحت الميكروسكوب، بيعمل عد نوعي لمية خلية ويدور في متابعة المرض لو في حتى ولو خلية سرطانية واحدة لسه باقية، مهم بتفرق قوي مع علاج المريض. ومن مزايا تانية لنظام ميكنة المعامل اللي احنا عاملينه إن عينة المريض بتاع أطفال مرضى السرطان بتبقى عينة ثمينة جدا علشان بيبقى الأوردة بتاعته ضعيفة والحصول على العينة بيبقى صعب، فممكن قوي بعد ما الدكتور طلب التحاليل يكتشف إن هو محتاج تحليل زيادة هيساعده في تشخيص بطريقة أفضل. فعلشان كده أنا ببرمج السير دون إنه يحتفظ لي بالعينات في التلاجة، فبعد ما خلصت عمل العينة بيحصل لها ريكابينج، يعني برضو بطريقة أوتوماتيكية بيتحط غطا يقفل العينة وتدخل هنا على التلاجة. التلاجة اللي احنا جايبينها دي بتساع أكتر من 5000 عينة وبتحط كل عينة في مكان معين. في حالة ان انا محتاجة اطلع عينة تانية علشان اضيف لها تحليل عن طريق برضو الباركود اللي ملزوق على العينة، بستدعي العينة دي من على الكمبيوتر وبتجيلي على طول من غير ما افتح باب التلاجة بطريقة يدوية. من ساعة ما ابتديت التحاليل ما كانش فيه اي تدخل بشري والموضوع بيمشي عن طريق قراية الباركود. اتوزعت العينات على كل الاجهزة حسب التحاليل المطلوبة وطلعت النتيجة اول لما الاختبار اتعمل على الجهاز. وطبعا احنا في طريقة الاوتوميشن وفرنا وقت التحليل جدا، زمان كان التحليل ممكن يطلع لي في ساعتين او ثلاثة، دلوقتي في اقل من ساعة النتيجة بتبقى جاهزة.